في البداية خالص تعزينا لكل الضحايا اللي توفوا في حادث الدفاع الجوي. طبعا بنعزي أنفسنا وبنعزي أسر الضحايا وجمهور الزمالك وجمهور مصر في شهدائنا شهداء الدفاع الجوي، وطبعا نتغمدهم ربنا سبحانه وتعالى برحمته وإن شاء الله بإذن الله في الجنة بإذن الله. إيه اللي حصل؟ اللي حصل الناس كلها يعني احنا اتكلمنا فيه كلهم. بداية احنا ما كنا موجودين في فندق ورحنا، طبعا العربية وقفت حوالي ساعة وتلت، جمهور نادي الزمالك جمهور وقف قدام العربية ما تتحركوش، احنا في اشتباكات عايزين نخش، في بعض منهم كان عايز ياخد تذاكر واحنا معناش، فما يعني قلت للسواق ان انت وقف ما تتحركش يعني لغاية لما نشوف القصة ايه، لان كان عدد كبير جدا واحنا مش عايزين حد فيهم يجرى له اي حاجة. بعد ساعة ونص او ساعة وخمسة وعشرين دقيقة تقريبا جت عربيات مدرعة، في بعض قنابل الغاز اترمت، كان عندنا مشكلة احنا في الاوتوبيس في الباص، الباب اللي ورا ما فتحش فالغاز دخل جوه عند اللعيبة، فمعظمهم تقريبا كلنا نزلنا في الشارع جرينا لان في حصل بعض المقايات وبعض الامور يعني بالنسبه للعيبه والناس اغمى عليها وكده، ففي جزء راح في المدرعة وفي جزء كمل في الباص. دخلنا جوه كانت الساعه 12 7 و12 دقيقه بالظبط، يعني قابلنا المستشار مرتضى وقال لنا ايه اخبار، فحازم قال احنا مش هنقدر يعني تعبانين، واحنا يعني حاله اللعيبه كانت صعبه جدا، فاجل نص ساعه الحكم اجل بقى الثمانية واللعيبه ابتدت يعني احماء عادي. وفوجئت انا بكابتن علي عبد الغني بيقول لي كلم كابتن محمد صلاح في الملعب، قال لي عشان عمر تعبان. دخلت رحت شفت عمر، حتى هذه اللحظه طبعا ما فيش اي احداث عن اي عن اي حاجه. وقلت له مالك يا عمر؟ قال لي انا ايدي بتترعش كابتن وصدري وجعني وعينيا تعبانه. اذا اول موقف ان عمر جابر ما رفضش يلعب المباراه عشان علمه ان في ضحايا سقطوا. لا انا بكلمك انت بتقول لي الموضوع، انا بحكيه لك علمه بقى مش علمه، دي حاجه بتاعته انا ما يعني ما قالش لحد فينا. كل الجماهير بتسال، كل الامور، كل الملابسات اللي بتحصل كانت بتنظر ان في مشكله. هل كان قرار عدم خوض المباراه كان متاح في المداولات اللي تمت ما بين اداره نادي الزمالك وبين حضرتك؟ لا مفيش، ما يعني الامور كانت ماشيه في طريقها ان في بعض الاشتباكات واخد بالك، والامور عاديه، الجمهور موجود في الملعب في الاحماء، الجمهور بيشجع اللعيبه، جمهور كبير يعني حوالي 9000 او 10000 متفرج، الامور ماشيه بظروفها، حتى الاعلاميين اصحابنا واصدقائنا اللي كانوا بيتواجدوا دايما حوالين منطقه الملعب مع يعني محدش منهم يعني قال لنا حاجه يعني ان في تنبئ ان في مشكله. انا اعلم قيمه الكابتن اسماعيل يوسف وعارف ان حضرتك لو في معلومه هتقول، لا تخشى في الحق لو ما تلائم. ازعجك سياسه التخوين ونغمه ان اللعيبه خاينه لجماهيرها وكل سلسله الاتهامات اللي اثيرت حوالين لعيبه نادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ الحقيقه اللي ازعجني وتعبني اكتر الضحايا، يعني الضحايا يعني الضحايا الضحايا يعني وجود قتلة دي ازعجني اكتر حاجه. احنا بندور على حاجات تافهه وسايبين حق شهداء لابد ان هو يكون موجود ولازم. ايه الضحايا يا كابتن اسماعيل؟ يعني في حاجات كتير طبعا، مهما قدمنا مش هنعوض اهاليهم عن اللي حصل. كابتن اسماعيل، اللعيبه والجهاز الفني هيعملوا ايه لاسر الضحايا؟ هو في طبعا الجهاز الفني واللعيبه عملوا يعني بيان ان شاء الله باذن الله، جزء ان شاء الله مستحقات اللعيبه والجهاز هيتحط في صندوق ضحايا الدفاع الجوي او شهدائنا، وفي عمرتين لكل اسره، وفي طبعا تخليد صورهم في مدخل النادي هنا، وفي الرقم 22 طبعا هيكون على تيشيرت كل
لعيب وكل جهاز فني هيتحط على الفندق. طبعا مهما عملنا مش هيعوض دفر اي حد فيهم، لكن بنحاول نمسح دموع ابهاتهم. مطلوب ايه من جماهير نادي الزمالك؟ مدير الكره ورئيس جهاز الكره في نادي الزمالك يوجه للجماهير، انت بتخاطب الجماهير دلوقتي تقول لهم ايه يا كابتن اسماعيل؟ توضح لهم كافه الملابسات. بقول لجماهير نادي الزمالك طبعا هي تثق ثقه كبيره في اللعيبه اللي موجوده، وتترحم على اسر الشهداء، واحنا عمرنا ما هننساهم، وتعلم تماما ان احنا لو كنا نعلم من قريب او من بعيد واحد في الالف ان في حد حصل له حاجه، مستحيل ان احنا نحط رجلنا في الملعب. مستر فيريرا في اول جلسه مع اللعيبه ماذا ضر؟ حاول ان هو يزيل برضو الاثار النفسيه اللي هتاخد فتره كبيره. يعني انا مش هكذب عليك ان الموضوع يعني احنا تاثرنا بيه جامد جدا جدا، وهياخد فتره مع اللعيبه. يعني بيحاول ان هو يخفف عنهم الالام، يخفف خلال التدريبات من خلال جلوسه معهم فترات كبيره. يعني احنا بيجي قبل التمرين بساعتين اللعيبه عشان يقعدوا نقعد مع بعض وكده، انما الامور هتاخد وقت، هتاخد وقت كبير. اخيرا لمست ايه من انطباع مستر فيريرا عن الكره المصريه؟ اتكلم الجهاز المعاون قال ايه؟ موزع مهام الشغل هيكون ايه يا كابتن اسماعيل؟ مدرب محترف ومعاه جهاز محترف، واعتقد ان الجهاز المصري الموجود هيستفيد استفاده كبيره لانه مدرب كبير، واتمنى له التوفيق مع نادي الزمالك.